بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أهلا بكم أعزائي في موقعنا بوابانات. نواصل اليوم التمرين الثالث لتحضيرات شهادة SolidWorks الثانية CSWP. هذا التمرين وفرته لنا شركة SolidWorks تسمى بـ Sample Exam، يعني أنه تمرين تمهيدي لتحضير لشهادة SolidWorks بروفيسيونيل CSWP. ستجدون هذا الملف على هذا الرابط. اذا هذه القطعة التي سننجزها اليوم ان شاء الله. اذا انظروا اليها جيدا، نتمعنوا اليها، ثم نبدأ برسم هذا الجزء او هذا الشكل. اذا نبدأ من هنا. اذا هنا لدينا كالعادة متغيرات A B C، لدينا A B C D E F G G. إذا نذهب إلى ملف SolidWorks نفتحه. إذا نذهب إلى سكيس، سكيس جديد، اختار الوجه الأمامي، أذهب إلى إيكواسيون. إذا قلنا A مثل 13، B 200، C 170، 170. إذا C تساوي 170، D 130، د 130، ا 41 ملم، ا 41 ملم، اكس على 3، اكس تساوي A على 3 و Y تساوي كم؟ B على 3 تساوي B على 3 مع 10 ملم. هذا الشكل ثقب، شكل الثقب، شكل برساج. اوكي، نقوم بهذا الرسم. اذا نرسم مستطيل في البداية. يساوي دي وهنا تساوي A. بماذا نبدأ؟ إذن لدينا هنا جزء من الدائرة RX، 4 في R ديس، يعني هذا شعاع سيكون 10 ملم، 4 شعاعات. إذا أذهب إلى كونجي 10 الأول، الثاني، الثالث، والرابع. إذن سمك القطعة، هنالك سمك القطعة الصغير أو كامل القطعة هو
25 مليمتر. إذن فونكسيون خمسة وعشرون مليمتر ماذا سنرسم فيه؟ سنرسم هذا الشكل. إذن نرسم هذا الشكل. وأرسم هذا الشعاع ومركز الشعاع أو مركز الدائرة. سنرسم أعيد سنرسم هذا هذه جزء من الدائرة، ربع الدائرة، ومركزها هو التقاطع بين هذا الخط وهذا الخط. إذا أقوم بصنع نقطة أن تكون فرد استقامة مع الخط جزء من الدائرة. مركز اختار هذا الدائرة، مركز الدائرة مع نقطتين، مركز الدائرة الأولى تنتهي هنا، ومدد إلى أن يتقاطع الدائرة الأولى مع الدائرة الثانية. ما هي القياسات؟ 80 مليمتر. هذا هو وضع القياسات، تساوي 80 مليمتر. هذه تساوي أيضا 80، وثبت قطعة مستقيمة حافة القطعة. أذهب إلى أفيشي سيبريمي للريلاسيون. إذن القطع المستقيم والدائرة أضغط على شيفت، القطع المستقيم مع النقطة يجب أن يكون كوانسيدونس، نقطة مستقيم مع هنا أيضا كوانسيدونس. من هذا الخط إلى حافة القطعة قياس سي، تساوي سي. ونفس الشيء هنا سي، أتثبت منها، أتثبت فقط، تساوي 170 أي سي. وأقوم برسم
هذا أداة هذا الشكل باستعمال الفونكسيون ديكالي. إذن فونكسيون تسمى بديكالي ليزونتيتي، هذا وهذا وهذا، والبعد سيكون كم؟ البعد 15، 15 مليمتر. أوكي، أغلق السكيس الثاني، هذا السكيس. الخط السوداء يعني انتهيت. فونكسيون بوساج، كم سأخذ 95 في البداية قبل رسم الاستوان هذه. إذن 95. أوكي، لا 95 من هنا إلى هنا، يعني 95 إلى 25 سنجد 70. وعيد فونكسيون تساوي 70. سنقوم برسم استوانتين. الاستوانة الأولى هنالك 10 مليمتر قبل القطع، إذن هذا فونكسيون أذهب إلى جيومتري بلان، سأرسم مستوى يكون بعده مسافة 10 مليمتر. أرسم على هذا المستوى بلون 1. إذن سأرسم دائرة، دائرة قطرها كم؟ الأولى إكس والثانية إيكغريك. إذن الأولى من هنا وهي إكس وهي إكراك، أما هي إكس أما هي إكراك، انتبهوا جيدا للرسم. إذن سنقوم برسم هذه الدائرة هنا، سنقوم برسم هذه الاستوانة وقطرها إكس. إذن
ويسكيز هوم يرسمي. في وسط القطاع قطر واي اكس تساوي اكس. اوكي فونكسيون فونكسيون بازي بروساج هذا الاسكيس. غير اتجاه من الاستوانة طول الاستوانة د. إذن أضع مثلا أي رقم لا يهمني 100 مثلا مرتين أضغط عليها هنالك هذه 100 تظهر. أضغط مرتين على 100 وتساوي د. ريكونستروير لتظهر الشكل الحقيقي. نفس الشيء من هنا أقوم برسم بلان يكون بعده 10 مليمتر. هنا 10 مليمتر اوكي. ارسم دائرة قطرها 3 إذن بتيجال إيغريك أنا هم الاسكيس. نفس الشيء فونكسيون باز اي بوساج اكس 3 دي اغير اتجاه اقول مثلا 100 كالعاده. اضغط مرتين على الاستوانة ابعث عن هذه 100 اضغط على 100 واكتب تساوي دي إذن لم يتغير الحجم. أضغط على Reconstruir الثقب الداخلي للاستوانة الأولى والاستوانة الثانية E. إذن إسكيس أرسم دائرة أخرى قطرها تساوي E. هذه الدائرة مع الاستوانة هذه الدائرة وأضغط على Shift مع الاستوانة وأضغط على Concentric ليكون له نفس المركز. انهي من رسم الاستوانة فونكسيون ايليفمون دو ماتيير اكس 3 دي هذا الاسكيس جيسكا او اترافيرتو. اوكي نفس الشيء هنا ايضا
أرسم أدب الإسكيز، أفتح في إسكيز جديد، أقوم برسم الدائرة. قطرها يساوي E، أدخل الدائرة مع الأسوان السابقة وأضغط كونسول فريك ليكون لهم نفس المركز. اوكي فونكسيون ايليفمون دو ماتيير اكس 3 دي اترافير تو اصبحت الدائرة مثقوبة. ماذا باقي لنا؟ ارسم هذا الشكل. اذا 60 اقوم برسم مربع 60 على 60. يكفي هنا بدون اي مربع. كونفيرت أقله أوكي. أقوم بقص الخطوط الزائدة. أوكي إذن 60 على 60 وش و أشبه 15. إذا هذا يساوي 60 وهذا تساوي 60. هذا بلا كونجي، هذا مع هذا يساوي 15. أوكي إذا سمك القطعة 35 من قاع القطعة أو من سطح القطعة، يعني أني أضيف 15 فقط. إذا أضيف 10 فقط، هي 25 لكي أتحصل على 35، لكي أتحصل على 35 إذا أضيف 10. إذا فونكسيون باز اي بوساج اكس 3 دي 10 فقط. اوكي ماذا ايضا؟ اذا نواصل. اذا نقوم برسم هذا الشكل باستعمال الفونكسيون استعمال فونكسيون ديكالي. اذا قبل كل شيء اذا نقوم بفتح اسكيس جديد. اذا اذهب الى اولا كونفيرتي دي زونتيتي، اريد تغيير هذا وهذا. اوكي اذا ساقوم الان بعمليه ديكالاج ديكالي. المسافه هي 9 ملم. اذا ديكالي هذا 9 ملم، ثم هذا. اوكي
إذا أنا لنا شواع الدائرة 6 مرات إرديس، إذن إذا بكون جي إرديس 6 مرات، إذن 1 2 3 4 5 6 وانتهيت. إذا أوكي، وعمقها عمق هذا الشكل أين هو؟ كم عمقه؟ إذن عمقه يبعد 5 ملم عن الحد الأدنى أو القاع القطع، يعني يبعد 5 ملم. إذن القاع القطع هي 25 ملم، إذن إلا 5 يساوي 20 ملم. إذن فونكسيون إليفمون دي ماتيير إكستريدي كما قلنا، إذن 20 سيكون عمقها 20 ملم. اوكي، اصبحت عمقها 20 ملم. إذا بقي هذا الثقب، الثقب هو F، هذا هو بالإنجليزية through hole counter ball إلى آخره. إذا أقوم برسم الثقب، إذا إسكيس، أقوم برسم النقطة الأولى كم؟ إذا تبعد 30 أعتقد 30، إذا مركز الثقب، إذا يجب أن يكون 30 و من هنا إلى هنا يجب أن يكون 30، هذا مركز الثقب. إذا أذهب إلى فونكسيون بيرساج، أين هي أسيستانت بيرساج؟ انتظر قليلا. إذا شكل الثقب F هو هذا الشكل. إذا ما هي المعطيات التي لدينا؟ إذا F ستاندر به أنسي متريك، يجب أن تكون هنا أنسي متريك، يجب أن يكون هنا فيز هكزاغونال أنسي بي 18، سايز ام 8 يجب أن تكون هنا ام 8، أجستمون كلوزت أي سري، أضغط على أفيشي للتاي بيرسوناليزي. إذا الثقب الصغير 15 ملم،
الثقب الكبير 30 مليمتر، وعمق الثقب الكبير أو رأس الثقب 10 مليمتر، الثقب يكون على كامل القطع إلى آخره. إذن أقول أوكي. قال أين ستضع النقطة؟ أقول أنا هنا، أضغط إسكيس وأضعها أنا الثقب، أقول أوكي وتم رسم الثقب. هي إضافة جديدة باسم شاشات SolidWorks CSWP. إذا استعملنا هنا الثقب. إذا أعتقد أني انتهيت من التمرين. أقوم بإزالة الكوب وأتثبت من المعطيات. إذا المادة القطعة، ما هي المادة القطعة؟ اللوس زي 007. إذا اللوس ستير، أنا ضعيف الإنجليزية إذا لا أدري ما هي بالفرنسية. إذا كما قمنا في حصة الفارت أعيد نفس الشيء، أقوم بإضافة مادة جديدة. إذا سنقوم بإضافة مواد جديدة كما قمنا بها في الحصة الفارطة. إذا أذهب ماتريو بيرسوناليزي، نوفو ماتريو، إذا هنا نوفو ماتريو، إذا سأسميها كما هو اسمها بالإنجليزية. إذا ماس فوليميك 0.0077، نضربهم في 10^6 نلقاو 7700. 7700 ماس فوليميك. أبليكي إيه فيرمي. أذهب إلى إيفاليه بروبرتي دي لاماس، النتيجة 14000. تثبت النتيجة. أربعة عشر ألف ومئتين وسبعة فاصل 43 النتيجة دي. إذن 14215 وجدت، و207. إذن هناك خطأ بسيط. إذن هي لماذا هناك خطأ بسيط؟ هناك شطف أو شونفران 4 مرات. أربعة في اثنين في 45 درجة. أنا هناك أيضا هناك نفس الشيء، وهناك أيضا هناك 4 مرات. هناك أيضا شطف 4 مرات أيضا هنا أيضا. إذا 2 ملم في 45. إذا فونكسيون شانفرا اثنين ملمتر 45 هاني. هنا وهنا وهنا. اوكي.
évalué par propriété de la masse, peut-être un bateau ايضا. اعتقد انها صحيحة. اذا إذن 14207.34 هي الإجابة الصحيحة. هي الإجابة الصحيحة.